إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، نتابع في خطبة هذا اليوم بإذن الله وبتوفيق منه سبحانه حديثنا الذي كنا بصدده في يوم الجمعة الماضي في موضوع العلاقة بين العبادة والعلم. ويحضرني الآن قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا قرآن كريم من كلام الله عز وجل. الإمام البخاري رحمه الله سطر بابا في صحيحه، صحيح البخاري معروف، سطر بابا في صحيحه من جملة هذه الأبواب التي سطرها في صحيحه باب سماه أو عنونه العلم قبل القول والعمل. أخذاً من هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني هذه الآية هذه اللي في القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، بمعنى أنه قبل أن يتكلم العبد أو ينطق بشيء وقبل أن يعمل شيئا لا بد أن يكون عنده علم بما يقول وعلم بما يعمل، وخصوصا في الجانب التعبدي. وحتى في العلاقات بين الناس، حتى في المعاملات، المعاملات لها كذلك، أو نقول المعاملات لا بد فيها من العلم. العلاقات بين الناس وفي المعاملات لا بد فيها من العلم الشرعي. لا يمكنك أن تمارس التجارة دون أن يكون عندك علم بطرق التجارة وبأساليب التجارة وبالجانب الأخلاقي في ممارسة التجارة، وهذا ما أركز عليه. الناس من كيبغوا يديروا التجارة؟ إيش كيديروا؟ يبحثون ويسألون الخبراء في مجال التجارة، فيريدون أن يطلعوا على العلم المتعلق بالتجارة حتى يمارسوا التجارة ويربحوا فيها أرباحا طائلة. وهنا قاع ما نوصيو الناس على هذه القضية، ما كاينش شي واحد تقول له ملي تبغي دير التجارة أو دير الصناعة أو تبني أو دير، خصك تقلب على الخبراء. هو كيقلب على الخبراء. الأمور ديال الدنيا حنا ما كنوصيوش الناس عليها، كل الناس تجتهد من أجل الوصول إلى هذه الأشياء، لكن الجانب الأخلاقي واللي عنده علاقة بالعلم، لأن الأخلاق لها علاقة بالعلم، والعلم هو الذي جاء بالأخلاق، الدين هو الذي جاء بالأخلاق، والقرآن الكريم يتحدث عن الأخلاق، والسنة النبوية تتحدث عن الأخلاق. هذه الأخلاق نمارسها في التجارة، أخلاقيات التجارة نمارسها في الصناعة. الصباغ والبناء، أنا نتكلم حتى بالدارجة، الصباغ، أنا قلت في الأسبوع الماضي الغرض من الخطبة هو أن تصل الرسالة إلى الناس، ما جايينش هنا نتفلسفوا على الناس ولا يمدحونا الناس يقولوا راه طولوا ولا قصر. حنا هنا جينا
فوق هذا المنبر، هذا منبر رسول الله، ولا بد أن يكون الخطيب والعالم والداعي حريص على أن يفهم الناس وعلى أن يستقيم الناس. ما تنجيش ندوزوا الساعة، اللي كيدوز الساعة واللي كيمشي يتفرج في ماتش الكرة ولا يشوف شي فيلم ولا شي مسلسل، هذا كله كيدوز الساعة. حنا ما كندوزوش الساعة، هذه رسالة، هذه وظيفة، هذه مهمة، هذه مسؤولية أمام الله. لابد أن نبين للناس حقيقة دينهم. المنبر ما فيهش الغش، العلماء إلا غشوا ضاع الدين. جوج ديال الأشياء في الحياة إذا فسدت يفسد المجتمع، اثنان إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة. شكون هما هاد الجوج؟ من؟ العلماء أولا، العلماء عاد يجيو الأمراء والحكام. العلماء إذا فسدوا وفسد الأمراء فسدت الأمة. ومتى يفسد الأمراء والحكام؟ عندما يتحول العالم والخطيب والإمام والداعي إلى منافق، ينافق، يداهن من أجل المراتب، من أجل الرتبة والراتب، من أجل الترقي، ما يسمى بالترقية، الترقى. ولكن من يخلص وجهه لله ويخلص قلبه لله تتناوشه رماح المنافقين ويغضب عليه من رؤوس النفاق. ولهذا هذه بين قوسين ذكرتها، أن الوضوح لا بد أن يكون في هذه الأمور. التجارة لها أخلاق، ما يمكنليش أنا نمارس التجارة بلا أخلاق. أنا ندير نفتح حانوت، دكان، متجر، أبيع البضاعة أو البضائع، سواء كانت مواد غذائية أو مواد حديدية أو مواد بناء أو كذا، أو ثوب أو شيء، أو ذهب أو شيء من هذا، دون أن يكون لي علم بهذه التجارة، ثم أن تكون لي أخلاق أمارس بها التجارة. شنو هي الأخلاق؟ أن لا تكذب على الناس. أخلاق التجارة أن لا تكذب على الناس. أخلاق الصناعة أن لا تغش وأن لا تكذب أيضا. السياسة، ونحن حديث عهد بالسياسة وبالانتخابات وبأشياء، السياسة لا بد أن تمارس بالأخلاق. إذا ما تمارستش السياسة بالأخلاق يوقع الفساد اللي كنشوفوه الآن. عندما تمارس السياسة بعيدا عن الأخلاق، هذا كيسميه، ربما ذكرته غير ما مرة واستسمحكم، المكيافيلية. شنو هي المكيافيلية؟ نسبة إلى هذاك السياسي الإيطالي اللي اسمه نيكولا مكيافيلي، وله كتاب مشهور اسمه كتاب الأمير، يدرسه الطلبة في الجامعة في كلية الحقوق، هو معتمد في دراسة الحقوق، ما يسمى بالفرنسية الدروة. هذا المكيافيلية معناها، عندما نقول نحن مكيافيليين أو هؤلاء مكيافيليين في سياستهم وفي سلوكهم، بمعنى أنك تمارسها بعيدا عن الأخلاق، لأنك إلى حيدنا الأخلاق ما غيبقى لنا والو. وهما كيقولوا على أن السياسة إذا مورست بالأخلاق لا نتقدم إلى الأمام، بل نتقهقر إلى الوراء، وهذا كذب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مارس السياسة الشرعية عندما كان خليفة وأميرا للمؤمنين، مارس السياسة بالدين وبالأخلاق. اليوم كنسمعوا يقول لك انتم باغين تأسلموا الدولة. احنا أوروبا ما كنهضروش عليها، هذا مجتمع متعدد الثقافات، هذا مسلم، هذا بوذي، هذا مسيحي، هذا يهودي، هذا كذا، ماشي مشكل. لكن في البلاد الإسلامية يقولون تريدون أن تأسلموا المجتمع. يا ودي احنا راه مسلمين، احنا راه دولة إسلامية، احنا مسلمين، ما غاديش نحتاجوا عاد نأسلموا الدولة، احنا مسلمين. ولكن ماذا يريدون بقولهم؟ تريدون أن تمارسوا السياسة بالدين. لما نكونوا في البرلمان خلينا من القرآن وخلينا من الدين وخلينا من كذا، ما يمكنش. احنا ماشي نصارى، احنا ماشي علمانيين، احنا مسلمين. فإذا لا أطيل في هذه النقطة، لأن هذا موضوع خصو محاضرة،
باش نتكلموا على الميكافيليا او على الوسيله، الغايه تبرر الوسيله كما يقولون، هذا كلام اخر. وانما اردت ان اشير الى ان اي شيء تنمارسه في الحياه خصنا نمارسه في الدين وبالاخلاق. الدين والعلم هو اللي يحكمنا، ماشي احنا نشوفوا النصوص اللي مناسبه لينا ناخذوها، واللي ما مناسبش لينا ما عندنا ما نديروا بها. ما يمكنش ابدا، لا يمكن ابدا ان يعيش المسلم حياته بعيدا عن العلم والدين. فهو يعبد الله بالعلم، واذا عبد بغير علم ضل واضل. ولهذا اللي كيشطح ويردح في الزاويه، واش كيمر، انا مثال اللي كيشطح ويردح في الزاويه، الله 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 دايم، الله حي الله حي، وكيشطح ويردح وكشكشو خارجه، هذا غير مثال بغينا نضربوه، ما نتكلموش حنا على هذا الموضوع. واش هذا كيمارس الدين، كيمارس العباده بالعلم؟ بلا ما تتكلموا انتم، انا غادي نقول اقسم بالله العظيم واتحمل مسؤوليتي في هذا القسم، ما عنده علاقه بالعلم هذا الذي يذكر ويسبح ويهلل بهذه الطريقه التي تخالف المنهج النبوي، تخالف سنه رسول الله، والله ما تيعبد بالعلم، اقسم بالله ما تيعبد بالعلم. هذا الذي يطوف بالقبور راه مسلم، احنا ما كنكفروش الناس، كنقولوش ماشي مسلم، ولكن واش هذا هو الاسلام؟ هذا مسلم منحرف في عقيدته، منحرف في فكره، منحرف في سلوكه، لانه يرتكب بدعه تخالف الشريعه. وهنا نطرح سؤالا، هل الصحابه رضوان الله عليهم ثبت عنهم ماشي في زمن النبي، خلينا من زمن النبي، كان النبي هو القائد ويرجعون اليه، بعد وفاه النبي بسنوات طوال، هل كان الصحابه يطوفون بقبر احدهم اذا مات؟ هل عندنا دليل في الكتاب والسنه وفعل السلف الصالح ان الصحابه بعد وفاه النبي بسنوات او بسنين هل كانوا يطوفون بقبر احدهم اذا مات؟ هل صنعوا له ضريحا يطوفون به ويذبحون عليه؟ مع ان هؤلاء هم اولياء الله. الصحابه احنا كنشهدوا لهم بانهم اولياء الله الصالحين، قولها وما تخافش وانا معك، واقولها مكانك انوب عنك في قولها. الصحابه القمه ديال اولياء الله بعد الانبياء والرسل، طبعا بعد الانبياء والرسل قمه الاولياء ديال ربي سبحانه وتعالى هم الصحابه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وبلال وعمار ومعاوية بن أبي سفيان وغيره، هؤلاء قمة أولياء الله. لماذا لم تصنع لهم قبور أو أضرحة يطاف بها؟ يعني هم ما يستحقوش، إلهي هم يستحقوا، لكن لماذا؟ لأن هذا لا يجوز شرعا، لأن هذا لا يجوز شرعا. شكون اللي تيورينا هذا الشيء؟ باش حنا تنقول نتكلموا دابا، لماذا نتكلم؟ نتكلم بالعلم، ماشي تتكلموا غير هكذا كنجيو نبقاو نطلقوا الهضرة، كل حاجة بدليلها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، قبل التحاقه بالرفيق الأعلى، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يا ربي بالدرجه نفسروها بالدرجه، يا ربي ما تجعلش القبر ديالي بعد وفاتي وثن يبدا يعبدوا الناس ويطوفوا به ويذبحوا عليه. والصحابه التزموا بهذا الكلام النبوي. ومن جمله ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ألا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا في آخر الحديث، وهذا من آخر الكلام اللي قاله قبل وفاته، هذا الكلام هذا قريب من الوفاة، من آخر ما قاله، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك يحرم على المسلمين أن يطوف بقبر ويعتقد أنه يتقرب إلى الله بالطواف بهذا القبر، أو يجعل هذا الميت يعني واسطة بينه وبين الله. إلا ما كانش هذا هو الشرك، شنو هو الشرك؟ حتى نعبدوا الأصنام، حتى الإنسان يحط صنم يبقى يركع له ويسجد له
عادي تسمى راه تشرك بالله. إذا طاف بقبر واعتقد أنه ينفع ويضر وجعله واسطة بينه وبين الله فقد أشرك بالله. والله تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. شنو هو السبب اللي تجعل الناس يوقعوا في هذه المسائل؟ احنا ضربنا غير بعض الأمثلة، الأمثلة كثيرة. شحال واحد دابا يمشي يتعامل بالربا مع البنك ياك، وفوقاش غادي يجي يسأل الفقيه؟ واش كنخصو أسألكم هنا، واش هاد السيد اللي يمشي يتعامل بالربا يشري دار بالربا أو يشري سيارة بالربا أو يشري تلفزيون بالربا أو يشري ثلاجة بالربا أو يشري أثاث بالربا أو يشري الحولي ديال العيد بالربا؟ حتى الكبش أحولي هذاك الحولي ديال العيد تاهو اللي كيشريوه بالربا مع الأسف، الموظفين غارقين في الربا. وتيقول لك راه حنا تنعيشوا في واحد الضائقة في الأزمة، أنتم اللي درتوا الأزمة عندما تعاملتم بالربا ولم تسألوا عن دينكم جاءت المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. واش هاد السيد الإخوان والأخوات اللي كيسمعونا الآن واش كرخصوا يسأل قبل ما يمشي يتعامل ولا حتى يتعامل عاد يسأل؟ كان عليه أن يسأل هذاك الإمام اللي كتجي عنده تسوله أو ذاك الفقيه أو ذاك العالم أو المفتي، لماذا تسأله بعد أن فعلت ما فعلت؟ حتى تورط عاد كتسأل. طبعا الإمام غادي يقول لك حرام، غادي يقول لك هذا ريبا، دبر راسك حل مشكلتك. ما غاديش نقول لك معليش باش ما تقوليش متشدد. لا دابا إلا قلت له لا هذا ريبا هذا حرام، دبر لمخوك سير بيع ديك الدار ولا تفك معها، المهم ما تبقاش في الربا. تيقول لك تيبدا يقلب على اللي يفتلو داك الشيء اللي بغاه هو. احنا وليت نلعبوا في الدين. كان عليه أن يسأل قبل أن يفعل. أنا جاني في البال ديالي هذا هو العلم، مازال في النقطة اللي تكلمنا عليها في الأول، العلم قبل القول والعمل. قبل ما نمشي نعمل نمشي عند الفقيه، أذهب إلى الفقيه، أذهب إلى الإمام، أذهب إلى العالم، أكتب للعالم، أتصل بهاتفي. الحمد لله الآن وسائل التواصل متوفرة، الواتساب ولا بالتليفون ولا بالسكايب ولا باش من مكان، تقول له يا إمام أو يا أستاذ أو يا عالم جزاك أو يا شيخ جزاك الله خيرا، أنا أريد أن أشتري. إحنا غير كنضربوا الأمثلة دابا باش أشتري منزلا عن طريق البنك عن طريق الربا، ما حكم الشرعي؟ هكذا هذا هو المسلم، ما حكم الشرعي فيما أريد أن أقدم عليه؟ شنو هو؟ أنا كنقولها باللغة ونعاودها بالدارجة باش كل شيء يفهم. أشنو هو الحكم ديال الشريعة؟ ماذا تقول الشريعة في هذا الفعل؟ هكذا خصنا المسلم يكون، هكذا أيها الإخوة والأخوات هكذا خصنا نكونوا، ماشي حتى نغرقها. وانا عارف ان راه كاين الربا، ولكن علاش تيقول لك الا مشيت عنده غادي يحرم لي وما غندير والو، حتى يديرها ويغرق فيها يغرق فيها حتى لودنيه، عادي يجي عند الفقيه يسولو باش الفقيه يجوز له شي حاجه ولا يقول له. انا والله ما تسمعها مني كما قال هذاك قدام، قال له والله ما تضويها من عند الفقيه، انا ما تضويهاش من عندي، انا نقول لك الا حرام حرام، بدعه بدعه، لا اخاف الا الله، واللي بغى يناقش علميين يجي يناقش علميين بالشريعه. أنا أقول لك بدعة بدعة، حرام حرام، شرك شرك، مباح مباح، مكروه مكروه، مستحب مستحب. إن هذا هو الدين ديالنا، كاين الحرام كاين الحلال كاين الحرام كاين المباح كاين المكروه كاين المستحب كاين المندوب، قرأ العلم وتعرف هذا الشيء كله. الحرام حرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين. وباش يمكن نعرف الحرام من الحلال؟ بالعلم. العلاقة الزوجية باش نتعامل مع المراه ديالي وما يوقعناش مشاكل داخل بيت الاسره بيت الزوجيه، لا في العلاقه الجنسيه، حتى العلاقه الجنسيه راه كاين الثقافه الجنسيه في الاسلام، ما يسمى بالثقافه الجنسيه في الاسلام، باش ما يوقعلكش مشاكل في 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 عالم الجنس مع اهلك، ما يوقعلكش مشكل، خصك حتى هذه تعرفها من الدين، من الدين تعرفها من الدين، والنبي تكلم عليها صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نتعامل جنسيا مع ازواجنا. وقد طبق هذا عليه الصلاة والسلام في حياته مع أزواجه، وعلم الصحابة كيف يتعاملون مع زوجاتهم. إلى ما قريناش العلم الإخوان والأخوات، إلى ما قريناش العلم ما سمعناش العلماء ما سألناش، راه غادي توقع لنا مشاكل، والسبب ديال ديك المشاكل كلها هو البعد عن العلم وعن الدين. وأختم الخطبة الأولى بما قاله أحد العلماء، أي باش نعرفوا ما هو الذي يحكم الآخر.
حنا الان دابا تنحكموا الافكار والنظريات والاقوال ديال الناس والاقوال الفلاسفه والسياسيين المفكرين كنحكموها في الدين. فعظم نقولوا قال الله قال رسول، كنقولوا قال فلان. اسمع اشنو قال. قال علم العليم، علم العليم وعقل العاقل اختلف، علم العليم وعقل العاقل اختلف. هذا عالم ينطلق من الشريعة وهذا ينطلق من العقل. وكاين دابا اللي كيتكلم معاك تقول له قال الله، كيقول لك خلينا من القرآن. اسمع بعد على كلمة خطيرة هذه، خلينا من القرآن والحديث، خلينا من داكشي القديم. هذا ما تشير دابا قديم مابقاش خدام، خلينا من داكشي القديم، تكلم معايا بالعقل. بالله عليكم شكون اللي غادي يحكم في الآخر؟ واش العقول اللي تتحكم في الدين ولا الدين هو الذي يحكم في العقل؟ الدين هو الذي يحكم العقل، العلم هو الذي يحكم العقل. علم العليم وعقل العاقل اختلف، هذا حوار بين العلم والعقل. من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت آيته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل، انتبهوا هنايا، فبان للعقل أن العلم سيده، شكون سيد الآخر؟ العلم سيد العقل. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فعن الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذاب المهين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. في دقيقتين لا أزيد عليها نقرأ في سورة الكهف، في سورة الكهف. والحمد لله كلكم إخوان المؤمنين والمؤمنات اللي معنا، كلكم إن شاء الله وكلنا إن شاء الله، سأل الله تعالى أن نكون جميعا من المؤمنين، وأن نلتقي كما نلتقي هنا في مساجدنا، أن نجتمع في مستقر رحمة الله يوم لقاء يسوع، أن لا يحرمنا من دخول الجنة. وهذه السعادة، هذه السعادة. نقرأ في سورة الكهف قصة موسى مع الخضر، باش نعرفوا القيمة ديال العلم. ومازال إن شاء الله في الخطب الجاية نكملوا مازال كلام آخر طويل في هذا الموضوع. موسى عليه السلام خطب خطبة بليغة في بني إسرائيل، ذرفت لها الدموع، ذرفت لها العيون وانهمرت منها الدموع أو لها الدموع. فسأله بعضهم كما جاء في هذه الرواية، هل هناك من هو أعلم منك؟ وكان يقصد موسى في جوابه على مستوى البشر، فوق كل ذي علم عليم كما قال الله تعالى. قال ليس هناك من هو أعلم منك. فكلم الله موسى، وهو كليم الله، كلم الله موسى تكليما، موسى الكليم. قال الله تعالى هناك من هو أعلم منك، وإذا أردت أن تلتقي به فعليك بملتقى البحرين. والقصة في سورة الكهف. فذهب موسى وهو بشوق، يحمله الشوق للقاء هذا الذي هو أعلم منه. شوف العظمة ديال التواضع، أن موسى هو الكريم، ما قالوش يا ربي أنا نبي وأنا كريم ويكون هذاك أحسن مني. موسى تشوق للقائه، لماذا؟ لأنه يتشوف إلى طلب العلم. فذهب موسى إلى المكان المحدد فإذا به يجد العبد الصالح. شكون هو؟ الخضر أو الخضر، هناك من يقول الخضر وهناك من يقول الخضر، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا في التسمية. العبد الصالح، القرآن ما سماه لا خضر ولا خضر، القرآن سماه عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تلقى مع سيدنا موسى، أول شوف أول ما بدأ به موسى عند لقائه مع العبد، طبعا كان غيكون السلام، السلام عليكم، لابد من السلام في الأول، التحية في الأول، ما يمكنش تجي عند شي تقول له وفين كنت البارح، هذا من سوء الأدب. السلام عليكم أولا، عاد قل له أين كنت بالأمس، والبارح شفت غادي بالسيارة، قل له بعد السلام عليكم. سلم عليه وقال له، اسمع شوف سيدنا موسى وهو فاضل، الخضر ماشي هو احسن من سيدنا موسى في الفضل وفي القيمه، سيدنا موسى اعلى منه درجه ومكانه عند الله، لكن الخضر هو عبد من عباد الله الصالحين، وموسى اعلم منه واعلى درجه منه. وشوف كيقول موسى،
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أتوقف عند هذا الحد وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مبارك المرحومة، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر المعصومة، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شق ولا محرومة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هناك بعض الإخوة يسألون الدعاء. واحد الأخ تصدق بمبلغ من المال للمسجد ويطلب الدعاء، سأل الله تعالى أن يرفع عنه ما ألم به. كاين الناس دابا كيقالهم كيقول الناس كيديرهم الشعوذة، كيديروا هادشي ديال السحر، كيديروا هاد التخربيق ديال الشعوذة، وكيشوشوا على الناس في عقولهم، وكيدخلوا لهم الوسواس، وكيديروا لهم مشاكل، وهادشي راه موجود. نسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما ألم به. اللهم يا ربي ارفع عنه هذا، واللهم يا ربي اكشف ما به من ضر. اللهم يا ربي نسألك أن تنتقم من هؤلاء الظالمين الذين يقومون بأعمال السحر والشعوذة، ويتوجهون إلى المشعوذين وإلى السحرة. نسألك يا ربنا أن تنتقم منهم. اللهم اهدهم، وإذا علمت أنهم لن يهتدوا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وعاملهم بما يستحقون يا رب العالمين. لا نتألى عليك يا رب العالمين. واحد السيدة كذلك تطلب الدعاء لبنتها، فهي على وشك أن تتزوج خطوبة، وكاين ربما بعض المعراقيل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها الزواج. اللهم إن كان هذا الزوج صالحا فيسره لها ويسرها له، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنها واصرفها عنه يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد ضالنا، ورد غائبنا، واقض ديننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا برحمتك من الظلمات الى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.